بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. قال عطاء ابن أبي رباح: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وكل العبارات اللي بتأكد القيمة العلمية لأمنا السيدة عائشة بيأكدها كذلك الواقع، لأنه شاع علم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وانتشر فضلها وفاقت رضي الله عنها غيرها في علوم الفرائض وعلوم السنن والفقه والتفسير والأحكام والآداب في سائر فروع العلم. وروى عن أمنا السيدة عائشة خلق كثير من طبقات مختلفة، يعني طبقات الصحابة، وروى عنها في من عيلتها، في كذلك من التابعين اللي هي الطبقة اللي جت بعد الصحابة أو اللي عاصرت الصحابة، شافت الصحابة الكرام ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل دول خدوا من علم أمنا السيدة عائشة، وهي قضت حياتها اللي قاربت حوالي 70، قضت العمر ده كله بتروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتفتي في الدين. وده شيء طبيعي، لأن هي درجت في بيت النبوة، النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي صغيرة، وتوفي عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي حوالي 18 سنة، فكانت هي من آخر أمهات المؤمنين وفاة رضي الله تعالى عنهن جميعا. وده ساعد أن الناس تستفيد من ده كتير، إنها قعدت معهم وقت طويل جدا، لأنه تيسر بده لكبار الصحابة وصغارهم وكبار التابعين وصغارهم إن هم يسمعوا العلم
من أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن هم كمان يفيد ويستفيد من علمها وفقهها. فربيبة بيت النبوة وزوج، فهي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ربيبة بيت النبوة، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقت العلم من حضرته مشافهة رضي الله عنها، وهيأها ربها لذلك، هيأها الله تعالى لهذه المكانة العلمية، لم تنجب رضي الله عنها لتتفرغ إلى ما أعدها الله تعالى له من وراثة العلم النبوي الشريف وتعليم الناس، إنها تعلمت من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعطيت منحها ربها من الذكاء الفطري وشدة وقوة الحفظ والفهم واستنباط الأحكام ما وهبت رضي الله تعالى عنها، وانطلقت بعد أن تعلمت تعلم، وشهد لها الناس بذلك، شهد لها من أهل العلم والفقه كثير. يعني مثلا أبو سلمة ابن عبد الرحمن، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بيقول: ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إلى رأيه، ولا أعلم بآية فيما نزلت ولا فريضة من عائشة. طب أبو سلمة ده اللي بيشهد لأمنا السيدة عائشة هو مين؟ هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف تابعي، هو ابن الصحابي عبد الرحمن ابن عوف اللي هو أحد العشر المبشرين بالجنة. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف التابعي أحد كبار رواة الحديث النبوي الشريف، وهو واحد من وأحد فقهاء المدينة السبع من التابعين، والقاضي عليها من 48 هجرية لحد 54 هجرية. فأبو سلمة ليه مكانة علمية، والمكانة دي ممن تلقى عنهم العلم ستين عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني هو أخذ منها كثير من العلم، هو بيحكي أو هو بيحكي رضي الله تعالى عن المكانة العلمية لأمنا السيدة عائشة في رواية الحديث الشريف، في تعليم الصحابة الكرام، في تعليم الأمة كلها من الأحكام والآداب والتفسير والفقه وسائر الحديث الذي روته. فقد كانت أكثر نساء النبي رضي الله تعالى عنهن رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل مسألة رواية الحديث، ده يوقفنا عند النقطة مهمة جدا، إنه الزمن الأول ده زمن النبوة الشريف كان زمن تلقي للعلوم، مش المسلمين قعدوا في القرن الأول والثاني الهجري يألفوا الحديث وينسبوه للرسول زي ما المستشرقين من الغرب بيقولوا، واللي بيقولوا نفسهم فاهمين هم مش فاهمين حاجة بيقولوا عن نفسهم تنويريين برضو بيكرروا نفس كلام الغرب. من المستشرقين، مش كل المستشرقين، بعض المستشرقين اللي كانت ليهم أغراض وأهداف مش سليمة في تشويه أمر هذا الدين وتشويه إنه يعني اعتقدوا ذلك ولن يستطيعوا. لكن الفكرة إنه هذا الزمن الأول الشريف، زمن النبوة الكريم، كان كله زمن عطاء علمي شديد. هذا العطاء العلمي عمل مدارس وعمل طلبة، الطلبة دول بقوا أساتذة يعلمون العلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في مدرسة النبوة تخرج الكثيرين، تخرج منها الكثير والكثير من طلبة العلم اللي بعد كده أضحوا أهلا للعلم يعلموه، منهم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. السلسلة دي وهذا الحفاظ ده على هذا النسق العلمي يترد بي على أمثال هؤلاء الذين جهلوا التاريخ وجهلوا السير وجهلوا التتبع الدقيق للعلوم والمعارف في علم السند وعلم المتن، علم الرواية وعلم الدراية كذلك، لأنه أنا بقدر أستنبط كتير من المعاني والأفهام في شكل إزاي الصحابة دول كانوا مهتمين لهذا الحد بأنهم يتلقوا الأنوار من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا الاهتمام كان استجابة للأوامر الربانية بضرورة أن يتلقوا ما أمرهم به النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه هو القدوة الحية بينهم رضي الله تعالى عنهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أمنا السيدة عائشة روى عنها كثير،
يعني روى عن أم السيدة عن أمنا السيدة عائشة من الصحابة الكرام، روى سيدنا أبوها أبو بكر روى عن بنته، وده اللي برضه لمكانتها العلمية، روى عن أمنا السيدة عائشة سيدنا عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو موسى الأشعري، وجبنا روايات لأبو موسى الأشعري في ذلك، وعبد الله بن عباس والسائب بن يزيد وعمر بن العاص وزيد بن خالد الجهني وصفية بنت شيبة وغيرهم وغيرهم. دول احنا ضربنا بعض النماذج من الصحابة، وعلى رأسهم أبو السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، روى عنها ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوها أخذ منها رضي الله عنها، وروى عنها من آل بيتها عروة ابن الزبير، ده ابن أخت ابن أختها ستنا أسماء، يعني ستنا عائشة تبقى خالة عروة ابن الزبير، ده ابن أختها ستنا أسماء، وروى عنها ابن أخوها وهو حفيد سيدنا أبو بكر القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ابن أخيها، وأختها أم كلثوم روت عنها، وأخوها كمان من الرضاعة عوف بن الحارث، وابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير روى عنها، وحفيدة كمان ستنا أسماء عباد وحبيب، دول ولد عبد الله بن الزبير، وبنت أختها أم كلثوم، بنت أختها أم كلثوم ليها بنت أخت اللي هي اسمها عائشة بنت طلحة، غيرهم كتير من آل بيتها برضو اللي روى عن أمنا السيدة عائشة. شوف المستويات اللي أخذت منها العلم وتعددهم وكثرة هؤلاء. إذن كان هناك وراثة، كان هناك علم نبوي شريف، كان هناك رواية للحديث، روايات للحديث بقى في مختلف أبواب العلم حملتها وتلقتها أم المؤمنين السيدة عائشة، وعلمت الصحابة الكرام وعلمت أهل بيتها كذلك، والموالي كمان اللي كانوا بيخدموها ويساعدوها في أمور بيتها زي أشهر ذكوان وأبو يونس وفروخ، دول اللي رووا من التابعين حتى اللي بيشتغلوا عندها في البيت من المجموعة اللي خدمت السيدة عائشة من مواليها، يعني خدمها اللي كانوا بيساعدوها. ومن اللي روى عنها من التابعين، طبقة بقى التابعين، وقلنا قبل كده التابعي هو الذي رأى الصحابي ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على إسلامه ومات على إسلامه. من التابعين لو تفتكروا كنا جبنا رواية عن مسروق ابن الأجدع، كان ممن روى عن أمنا السيدة عائشة، وكان ملازم لطلب العلم من السيدة عائشة، وكان في الأسود ابن يزيد النخعي وسعيد ابن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه، والشعبي ومجاهد وعطاء وعكرمة وعمرة بنت عبد الرحمن ومعادة العدوية وخيرة أم الحسن البصري. شوفوا الحسن البصري وإمامة الحسن البصري في العلم. خيرة كانت أصلا من موالي السيدة أم سلمة اللي هي تاني واحدة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن، تاني واحدة في رواية الحديث بعد أمنا السيدة عائشة. ستنا خيرة كانت بتشتغل عند أم سلمة وتلقت عنها الكثير، وكذلك تلقت عن السيدة عائشة وروت عنها الكثير. شوفوا دي أنجبت لنا الإمام العظيم الحسن البصري، خيرة أم الحسن البصري من التابعيات الكرام اللي أخذت من السيدة عائشة وروى العلم وروت عنها كذلك. وفي صفية طبعا بنت أبي عبيد وعلقمة بن قيس وابن أبي مليكة، وجبنا رواية من رواياته، وسليمان ابن يسار، وغيرهم كتير جدا من طلاب علم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. هي كانت مدرسة كبيرة في العلم، وكل دول وغيرهم طلابها لطلب العلم، لأنه كان في وراثة للعلم النبوي الشريف. أم المؤمنين تلقتها وروتها كذلك. أم المؤمنين السيدة عائشة روت عن النبي عليه الصلاة والسلام الكثير الطيب، والروايات وما حدثت به
عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كل ده منصور وموجود في كتب الحديث المختلفة. هي رضي الله عنها من المكثرين في رواية الحديث الشريف، حتى قال عنها الإمام الذهبي: لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا في النساء مطلقة، امرأة أعلم منها. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولها نحو 18 عاما، وقد حفظت عنه شيئا كثيرا، وعاشت بعده قريبا من 50 سنة، فأكثر الناس الأخذ منها ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئا كثيرا. طب يعني هي نقلوا عنها كل الأحكام دي، كانت من تأليف أمنا عائشة، ولا كانت مما تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الثاني، القرآن الكريم تعلمت، والسنة المطهرة الوحي الثاني تعلمته كذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت الأمة، حتى قيل إن ربع الأحكام الشرعية منقولة عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها.